طبعا النادي الاهلي عنده من الخبرات او من اللعيبه عندها الخبرات ان بتعرف يعني بتبقى عندها انسجام كويس جدا في موضوع ان انا اقدر اخش مباراه قويه رسميه. ده مهم جدا بالنسبه للنادي، مش اي فريق ومش اي حد في مصر يقدر يعمل الموضوع ده غير النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير، بطولات كبيره، فالاجواء مش بعيده عن اللعيبه يعني. كويس طيب جدا. انا كنت بقول لحضرتك من شويه فكره ان النادي الاهلي قبل ما يعني تنطلق فعاليات الموسم الجديد من الدوري المحلي هيبقى عنده كاس السوبر الافريقي والدوري الافريقي وكمان كاس العالم للانديه، كل ده لعيبه النادي الاهلي هيخوضوا فيه في الوقت اللي بقيه اللعيبه المصريين اللي في الفرقه المصريه اللي في الدوري مريح. مريح طبعا. هيجي النادي الاهلي هيبقى بيبتدي الموسم وهو مستهلك بالفعل. صحيح. فبرضو انعكاس هذا الامر ايه رايك في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على لقب ودائع الدوري؟ وهي ليست المره الاولى كمان بالظبط. ده دايما يعني زي ما كنا بنتكلم، ده قدر النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير. مش عايز اقول ان اللعيبه يعني لعيبه الدوري ما بتلعبش في البطولات دي فهتبقى مريحه، والاهلي هيلعب مباريات قويه جدا. على فكره ده حاجه صحيه جدا، مش هتخلي اللعيبه عندها ارهاق، لا لا خالص، لانك انت برضو في بدايه موسم. مش جايين من تقسيمه، لا طبعا، جايين من أكيد. كاس عالم والسوبر الدوري والسوبر الافريقي، لا لا، في حاجات كتير جدا النادي الاهلي ممكن يعمل، بس الاهلي عنده ذخيره من اللعيبه ويقدر يعمل. وكولر على فكره شاطر جدا في الحته دي، انه بيعرف يعمل روتيشن مع اللعيبه وكل اللعيبه بتبقى جاهزه. انا يعني اتبسطت جدا من الموسم اللي فات، زي ما كنت قاعد معاكم هنا قبل كده وقلت لكم اللعيبه كلها فريش، يعني اللعيبه كلها بتنزل مبسوطه، اللي بيطلع مبسوط واللي بينزل مبسوط وكله بيأدي، يعني ده حاجة كويسة جدا. بدليل مباراة الترجي اللي كانت في تونس، اللعيبة عملت مباراة رائعة جدا جدا جدا، اللي نزل واللي طلع. فالروتيشن اللي بيعمله كولر حاجة رائعة جدا، حاجة كويسة جدا، واللعيبة مش مستهلكة. يعني أنا شايف اللعيبة ما كانتش تعبانة زي المواسم اللي قبل كده. يعني الموسم اللي فات لعبنا بطولات كتير جدا، والأهلي حصل على 5 بطولات في الموسم اللي فات، واللعيبة أنا شايف إن هما ما أرهقوش، يعني ما كانش فيه إرهاق زي السنين اللي قبل كده. عشان هقارن بسنين قليلة اللي فاتت بالزبط. عشان موسيماني كان عنده سكواد يعني أساسي هو اللي بيعتمد عليه، فبالتالي تم استهلاكه طبعا مع كثرة وتلاحم المباريات. لكن كولر توتالي المدرسة بتاعته مختلفة زي ما حضرتك كنت بتقول، فالروتيشن الاعتماد كمان وتصعيد بعض اللعيبة كان أمر جيد جدا. الإعارات برضو اللي عادوا من بعض الإعارات، بعض اللعيبة برضو أدوا يعني كان دورهم كبير، فيعني الوضع أكيد كان أفضل. ما ده اللي احنا بنقوله، لان انا بقول لحضرتك في الاول الكلام ان كولر شاطر في الحته دي. صحيح. شاطر، بيعرف يجيب اللعيب امتى يلعبه وامتى ما يلعبوش، امتى يريح وامتى ما يريحش، ده مهم جدا. انما زي ما حضرتك قلت انا هوند ان موسيماني كان بيعتمد على مجموعه من اللعيبه استهلكت والتانيين ما بيلعبوش خالص، فما تيجي تلعبهم بتحس ان هم مفيش حساسيه مباريات، وتحس ان هم بعاد شويه. انما انا الموسم اللي فات والله انا كنت مبسوط جدا جدا، لان اللعيبه كلها كانت كويسه، واللعيبه كلها لعبت، والروتيشن اللي كان بيحصل كان بيخدم اللعيبه كلها، الاساسي واللي ما كانش بيلعب.